مسؤول يا ابن الحلال. يا سلام يا سلام يا سلام. عماد شوف العيد باقي له 5 أيام، صح ولا صح؟ عماد لا بلاخذ السكوتر حق نواف، انا ما عندنا سكوتر في العيد. ليش يا ليلى؟ انت كل يوم انت عند نواف تبين تجلدين عشان السكوتر. بس اسمع يا ليلى، يوم ناخذ السكوتر نبي ناخذ عشان العيد. انا ايش قلت لك يا عماد؟ يلا مشينا نبي نلفلها في العيد في السكوتر. يلا وانا ديدي. لا لو جين ما تروح معنا يا ليلى، حنا انا وياك ونواف عشان نقدر نتفاهم. طب ديدي ايش فيها ما راح تروح معنا؟ يا ليلى لو جين صغيره بعدين خايف تشغلنا. يا عماد ايش تشغلنا فيه؟ يا ليلى بنروح انا وانت لحالنا، تبين ولا لا؟ طيب يا عماد يلا مشينا. بس يا عماد انتظر شوي، بدي جيجي على الطاولة عشان ما تبكي. أجل تلقيني برا يا ليلى. يلا مع السلامة يا عماد. يلا جيجي جو بيبي. يا عماد جيجي تبكي. يلا مشينا قبل لا تطلع. تراك شغلتنا يا عبود في اللعب. عادي عادي خلني استانس. يلا يا ليلى بسرعة بسرعة. وش الصوت ذا؟ ها نواف ترى دايما ليلى تاخذ سكوتر وانت نايم. هلا ولاد كبول لازم اروح ادورهم. اصبر يا ابن الحلال. ايش تبي انت؟ ايش تبي تاخذه؟ يا اخي عشان نلعب فيهم. لا تخاف العيد، انت تعال معنا. اقطع رخصه انت، ما كلمتك. وش تبي انت تاخذه؟ يا اخي بعد العيد برجع لك اياه، خلاص. بس ابعد يا اخوي، لا تاخذه بس. بعد العيد متى؟ يا اخي عادي لو نعطيك فلوس. لا يا حبيبي ما تاخذه لو تعطيني قيمته يا رجال. يا حول الله، يا نواف ايش فيك انت كل دايم علينا كذا؟ انا ما قلت لك اسكتي. لا تتكلم عن اختي تراك زودتها. انا مسويته ولا انتم جايين تاخذون سكوتري؟ خلاص يا اخي ما ابغى سكوتري. خلوني اشوفكم هنا والله انا اوريكم العين الحمراء. ايه يلا انقلع يلا. هذه اخذتها اجل ها؟ يلا يلا مشينا يا ليلى. يا غفر المطبخ خربان. نروح نعلم عماد يا يويو. نروح نعلم ليلى. يلا مشينا. بطتي وينها؟ بطة اختفت. ليلى شو تدورين؟ تراك ازعجتيني من اليوم. بطة عماد بطتي وينها؟ ضاعت. المسبح خربان. شو تقولون انتم؟ المسبح خربان. كيف المسبح خربان والبطة ضايعه؟ ما ندري وش تساوي، يعني وش اللي بيصير؟ يلا يلا مشان اشوف المسبح. يلا بسرعه يا ليلى وانتي بسرعه. يلا اسمعوا، اذا لقينا المسبح ممتاز ندور البطة. طيب لو هو خربان يا عماد المسبح. والله يا ليلى ترى هذه مشكلة يا ليلى، لازم ندور من الخرب المسبح. عماد مشي بطتي. وش اللي بطة؟ بدل بطة خلاص نجيب لك بطة أكثر من بطة. جيب لي ولد وبنت عشان بطة تكون عندها بيضة وتخليها. شوف المسبح. مين مخربة؟ مين مخربة؟ أكيد اللي فيه حرام يخرب المسبح وزبل يا ليلى. يا عماد لازم تجيب لي المسبح. اصبري اصبري. لو وش بعد؟ مشكوك يا ليلى. تكذب. اللي مسبح جديد والله. نجيب لك بطة ولا مسبح؟ بطة ولد ومسبح. شلون نجيب لك بطة ومسبح؟ ما ادري مين كاسبنا المسبح يا انس. ما ادري احنا جبنا ولا انس. اكيد ان في واحد داخل البيت وحنا ما ندري خرب المسبح وقطع بعدين طلع. يمكن نواف. والله يمكن عشان سكوتر يا ليلى. يا ربي لازم انا اشتري سكوتر. انا الحين معايا فلوس، الحين انا وعماد اللي بنروح نستاجر سكوتر من عبودي عشان يوافق عبودي ياخذه واللي نحاش فيه. ليلى والراح شكرا تخطط على شيء. عماد لقيت الخطه، الحين بستاجر من سكوتر من عبودي وعماد والاخذه ولازم بن فيه. الحين انت شو تقولين؟ تاخذين وين وتزبنين وين؟ السكوتر يا عماد يعطي العبودي الفلوس ويقول عبودي لا بيلعب في الشارع شويه بالسكوتر، لا بيلعب بالشارع وبعدين يا عماد لا سرقه. لا يا ليلى حرام لا سرقه، نستاجره ونرجعه. طيب يا عماد يلا مشينا بسرعه. الله يعيني عليك. يلا يلا يا ليلى. يلا اسمع يا ليلى خلينا ندخل وندور عبودي. طيب طيب طيب. واو حمد سكوتر حمد. يلا لا بروح ادور عبودي واجيكم. يلا يلا بسرعه بسرعه. ها صوته عبودي. عبودي نتي قوه. عبودي حمد اسمع صوتك شوي شوي. انت شكلك تبين تروحين في السكوتر. لا لا يا عبودي.
أبودي ما يسمع. راح روح ناديه روح ناديه. طيب طيب جيتي عبودي صح؟ إيه. عبودي ليلى تبي تستأجر سكوتر منك. مش تبغى توصل الحين تبغى تستأجر يا سبحان. لا عبودي أنا معايا فلوس شف بس خمسات. إيه فلوس هذول هذا حق النواف حق النواف. خلاص استأجر يا عبودي طيب. تضحكون على عبودي ها؟ ما راح ما راح تاخذون. عبودي بس لف شوية بالحارة ونرجع لك. يا عبودي تكفى خلت تستأجر بس لف على الحارة وترد لك. هلا يا عبودي. عماد وليلى. هلا هلا نايف نبي نستأجر هالسكوت حق نواف بس لف ونرجع. أقول ما هو علينا توكل على الله بس توكل على الله. شوفونا يلا مشينا. انا معلمك بس انت متفهمين يلا امشي امشي. انت بالسكوتر عبودي. طيب خلاص خلاص. يا عيمة نبغى ناخذ سكوتر نواف ننحش فيه. ايش ننحش فيه يا ليلى؟ عادي نطلب نواف نقول عطنا سكوتر ويعطينا. لا يا عماد راح يرفض. تبين نجرب يعني نروح ناخذه من بيتهم؟ اي تكفى يلا مشينا. اجل يلا يلا مشينا. الله يستر نوف ليطق فينا بس وشوف فقرة مشينا مشينا مشينا. ارجعي ارجعين ارجعي. يو تصيح خلنا ناخذها. لا لا مستحيل يا ليل بس ما عليك مشينا مشينا نجيبها لسكوتر الثاني. سكر عليه الباب. يلا 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 يا ليل ترى الباب مفتوح بسرعة خلنا ناخذ سكوتر. يلا السكوتر. لا السكوتر ما موجود. بسرعة سيك ما أنا بين. نبي السكوتر. أتوقع أنا بشوفها من داخل. بسرعة بسرعة شوف. أكل خطأ. هنا نجيب قطة هنا بالبيت. نمشي نمشي بسرعة. هنا هنا السكوتر هنا. تبي تبي. أنا أسمع صوت نواف. تبي السكوتر شوي شوي وتعال. حاشل حاشل حاشل. حرام يا ليلى خافت الخطه قايل لك يا ليلى. لا ما تخافي كلها بسببي. كيف بسببي؟ السكوتر ما دريت انه يطلع صوت اصلا لو كان يطلع صوت ما رحت له. بعدين عبودي هو كشفنا. يا عماد انت من زمان تدري هو يجيب النواف عندنا وكل دايما يطلع صوت. خلاص يا ليلى اسمع المره الجايه احنا نشتري سكوتر ونفتك من نواف. لا كيف لا؟ نبي ناخذ سكوتر مره حلو. يا ليلى طيب لازم نستاذن من نواف بعدين كذا ترى حرام يا ليلى هو كان نايم. جي والله اسفين ما اخذناك تعال تعال جي تعال خلاص اسفين ان شاء الله المره الجايه راح ناخذ جي يلا يا بطني الحمد لله يا ليلى احنا اغنياء مره ايوه الحمد لله يا نواف نبي نلعب بالسكوتر اخ يا رب ترزقنا فكر وفلوس يا رب ترزقنا يلا يلا تعال اركب اركبي خبور يلا يلا يا نواف نواف ايش رايك نطلع في الشارع مع السكوتر يلا والله قدام يلا والله صدق ايوه ايه يا جيجي ان شاء الله الله يجيب لنا الخير لازم لازم اسوي لي شاهي لازم وخري وخري اختي صغيره وخري لازم اسوي لنا شاهي يو ما عندنا لا شاهي ولا موي ولا سكر يا الله الحين ايش نسوي بس ما في لنا خبز يا نجين يا الله بس خبز بدون شاهي لازم ناكل يا رجين ها مين اللي هنا ها هذا مين اللي تكبوري مين اللي هنا ما ادري هذا مين هذا الشبي بعدين شبي هنا انت وش حالك كذا يا ولد يا اخي انا فقير ما عندي شيء شوف اختي يا ساتر تعال تعال شوف بيتي هذا بيتكم ايه هذا بيتي ما عندنا لا شاهي ولا سكر هذا بتحطنا في مشة حمام يا ابوي حرام عليك يا نواف تضحك تدري عندك سياره عندك شيء يا اخوي ما عندي شيء الا ذا البيت بس يو حالتكم صعبه يا اخوي شو اسوي تكفى ما عندك شغل ولا شيء لا ما عندي شيء يا ابن الحيان ما عندي غير سكوتر ذا نواف عطى سكوتر خليه يشتري تبينا يعطيه سكوتر عشان يستفيد من فلوسه ايه يا نواف حرام
الله يجزاكم خير، يعني خلاص سكوتر لي. ايه تبيعه ابيعه لك وتاخذ فلوس وتشتري لك اكل وتضبط امورك. الله يجزاك خير ويرحم والديك. خلاص خلاص تم، وبعد تشتري لك بيت كذا. خلاص بيت، ما هو جايب له البيت سكوتر. ام شيء ياكل وهو اخته. الله يرزقهم، بروح اعطيهم سكوتر. اي يا نواف كفو عليك. الله يجزاكم خير ويكثر من امثالكم. هلا سكوتر، خذه خذه لك. شكرا والله شكرا. عطى المفتاح، عطى المفتاح. شوفوا أنا سيو ألعبوا بالسكيت هدوء. ما أبغى يو يلعب معاك. ليش؟ أبغى معاك. لازم تلعبون مع بعض. لا أنا ما أبغى ألعب معاك. أصبر أنا تلعب معاك. لا ما أبغى أتكلم معاك. شوفوا والله ناخذ سكيت ألعبوا وعقلهم. إيه صادقة أنا ما أبغى يلعب معاك. ألهم حط السكيت. خذيها ليلى. يلا الحين ما في سكيت، العبوا وانتوا هادئين بدون سكيت. لا خلاص خليها يلعب معاه. خلاص يلا الحين بحطها هنا وشوفها. والله لا اسمع ازعاج. الحين انا هنا بجلس، سمعت ازعاج ولا وش اقولكم؟ باخذ سكيت وخلاص. حاضر حاضر. اركب يويو خليك عاقل. ايوه خلوكم عاقلين. يلا يويو. لا تضرب اخوك. لا ما اضربه، ما اضربه. انا اشوفك تدفى. طيب طيب. يا بنتي لا ما سويت شيء. يدي ايش فيكم ليه تهوشون؟ لازم تكسر. لازم الحين اروح اجيب التكتور. لا دق عليه. اوف انا تكتور، انا زيوي انكسرت ايديهم. يا ساتر يا ساتر، الحين بجيب الشاش واجيكم. سلامات يا بنت، تعالوا وش فيه؟ يا توما يدفون بعض في السكت وكثرة تدفوا بعض. ايوه بسرعة بسرعة، تعالوا تعالوا. اساعدك يا دكتور ولا شيء؟ ساعديني. أي يدي خلاص الحمد لله خلصنا يا دكتور. اهم شيء ما تلعبون بشيء خطير، تلعبون مع بعض، تلعبون سباق زي كذا، بس تدفون بعض هذا مره خطير. خلاص يا دكتور. ايس كريم من يبغى ايس كريم. واو وش تبغى؟ ايس كريم. ايه اعطينا ايس كريم. اي لون اختار؟ ابي الازرق. خذ معاه ملعقه. طيب ايس كريم. واو ما في ايس كريم. شريته من وين؟ شريته من هنا. ايس كريم كثيره. واو ايس كريم. ايس كريم ولا بقى اقفل؟ ابغى ايس كريم. اي لون تبغى؟ ابغى اخضر. خلاص خذ الاخضر. تفضل. مع السلامة. مع السلامة. ايس كريم. والله يا حاربين ايس كريم. ايس كريم من يبغى ايس كريم؟ اوه بعت الايس كريم. ايوه تبغى ايس كريم؟ ايوه ابي الايس كريم التوفي. موجود التوفي، هذا هو. يلا باخذه. باخذ مع ملعقة. شكرا. عفوا. ايس كريم. الايس كريم يا يويو. شو رايك نقرب عليها؟ كيف نقرب عليها؟ ناخذ ايس كريماتها ونرميها في الشارع. لا خطا يويو، عشان هذا نعمه. ناخذ ونروح فيها البيت. طيب راح نشوف. انا مره تعبت، بجلس هنا. ايس كريم من يبغى ايس كريم، في حق الكونت كاندي، في كل الايس كريمات. يلا بشيء. تبغون ايس كريمات؟ لا سويت كذا. لا لا يا اخوي حرام، هذه نعمه حرام. انا بروح. باي باي. روح بسرعه. خلاص يا ولد، هد هذه نعمه، هذه نعمه ما يصلح زي كذا. انا بديك ايس كريم واحد، تبغى ولا لا؟ لا ابغاها كلهم. لا تصير طماع. صح لا تصير طماع يا يويو. يلا مع السلامه، بروح اوزع على بايعين ثانيين. الله يرزقنا. الحين برتب اغراضي. والله يكفيني من شر عماد يجي يسرق اغراضي.
الشاليه حقت نواف؟ أعرفه والله شفها. ما سكوتر بعد يبيع سكوتر؟ لا لي يا غبيين وصل طالبات والبشرات. مش فيكم مش فيكم متجمعين هنا بعد خربت الكلام؟ يا عماد نواف يبيع بقالة. بقالة؟ ايوه انا بس الشوكليت. واو بخلي بخلي. طيب اسمع اسمع مدامنا طفراني معكم فلوس انتم؟ لا انا ما معي. اصبر قل وصل طلبات وبعدين نكتب عليه. احنا نروح لشرك نقول اخر الشهر. لا لا يا لا خلي وصل طلبات بعدين احنا ناخذ الطلبات بعدين نقفل الباب بوجهك. والله فكره حلوه. لا حرام. لا عادي. رتبت اغراضي يلا من فضلك. اسمع عندي فكره حلوه، ايش رايكم نروح للحين وإذا قال ما عندي ما راح أسلفكم هذا ندق عليه ونقلد صوت يعني واحد كبير ونبي طلبات كذا ويجي. وانك صادق يا عماد. يلا يلا مشينا. بقالة بقالة بشارات بشارات بقالة. سلام عليكم الله. يوه إيش جابه؟ الله ينوف إحنا جايين هنا عشان ندعمك ونشتري من البقالة. لا حد ألمس لا حد ألمس. لا حد ألمس. أنا كمل في شر هذا الكبير. هذا يا طويل العمر بعشرة ريال. لا تلمس أقول لك يا ابن حرام. هذا وهذا الشوكولاتة. هذا الشوكولاتة ب 12 ريال. وذا أوكي هذه ما أبغاها. كم هذا؟ هذا كم بس؟ هذا ب 8 ريال. والله إنك غالي يا نواف. لا مو غالي أنت أرخص. أنت أرخص نواف. ما في يا نواف. ما فيه. معك فلوس انت يوم انك اشغلتنا. والله يا نواف تبي صدق صراحه جاي نخسر فروح بس. وانا فتح حسابي يا حبيبي. لا يا نواف تعرف ما معنا فلوس واخر الشهر عاد نعطيك يعني نعطيك اللي تبي. قلت قلت يلا جيبي يلا يلا هذا اللي بقى. بس الحين شلون نسوي الخطه؟ يويو تعرف تكلم صوت؟ ايوه انا اكلمه. يلا اجل اسمع بندق على نواف بس يويو اللي يتكلم. خلاص خلاص يلا يلا نبي ندق عليه يا رب يرد. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وصل طلب. ايه وصل طلب. نعم وش الطلبات اللي تبي؟ فشار وعصير. اوكي عندك 5 فشار و 3 عصير وش تبي اي نوع؟ 5 فشار و10 عصير. هذا عصير. 3 عصير. اجيب لك فشار وعصير بس الحساب 36 ترى. خلاص خلاص. يلا يلا جايكم الحين. لازم ألعب سكوتر يا ليلى مع نواف. والله نواف ما راح يخليك تلعب أنت، راح يلعبني أنا لحالي. وش دريك؟ عشاني أنا صغيرة وأنا دي أسمع كلام وأجيب لك كل الأغراض. أنا بكلمه إذا جاي يمكن يخليني ألعب. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال اجلس اجلس يا نواف. أخري تعال اجلس هنا يا نواف. كيف حالك؟ يا نواف حركات. اجلس هنا. ليش هناك يعني؟ يا اخي ايش تبي يعني؟ بقعد هنا. لا ما بشي بس ودي العب بالسكوتر زي كذا. اها يعني مصلحه. اي شفت يا نواف؟ لا لا يا نواف انت فهمني غلط. اجل وش تلعب بالسكوتر؟ يعني اخذ لي فره كذا على البيبان وارجع. ليش ابي سياره يا اخوي؟ ترى سكوتر يا كرب الدين. اخوي انا اقول لك فره زي كذا ما دخلت الباب وطالع زي كذا بس. لا 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 تقلع انت يلا جيب يلا يلا ياي اوفا سحب علي. جيجي جيجي ارجع مع اخوك. روحي روحي يا عماد. حتى جيجي ما تبونها تلعب. اه ايش ذا الكشخ؟ الله يغفك غفك يا شيخ. ما احنا ملاعبين انت ولا جيجي. جيجي
في نفس ذا والله هنلعب غصبا عنه. مشينا مشينا يلي سكوتر يلا يويو. ها شو بو دولة نبغى نلعب. اقول اقول يلا خلا يلا 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 خلا انت انت على شحم انت يلا خلا انت يلا خلاص نبغى نروح يلا مشينا يلا نشوفكم هنا. طيب 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 بلعب انا يا اخوي. اقول لك لا لا اترك لا اترك مثل انا في لولو يويو شيك ضيعت ابو الشباب يا اخوي حر وماني لا فاضي لك يا اخوي واشغلتني شغل. يلا يلا اركبي ليلى اركبنا يلا. ايه والله لا اخرب عليك. اقول ما انت بخرب على احد يلا ضف وجهك بس ما عندك سالفه لا انقل انت. طيب طيب انا اوريك ما تبين يلعب صح. طيب تعال 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 خلاص خلينا نلعب يا اخوي. يا رب ان شاء الله المفتاح معي ولا شيء. خير مفتاح معي. طف الحين طفي يا ولد طفي خلاص ما في لعب. طفي طفي سكوتر لا حول الله. تبون يلعب ولا لا؟ ايه خلاص العب وفكنا من شرك يا اخوي. مشينا ليا نبغى نسبح في المسبح. مشارك يويو اعطوني فلوس وبتسبحون. ليلى بيعطيك الفلوس انت ما تسبحين. لا يا ابن الحلال نبي نسبح يا يويو. يويو شغل خلها تسبح. لا لا حول ولا قوة الا بالله. طيب هو فاضي يعرف نسبح يا ولد. هي منجيب وايت منعبيه. طيب كم تبغون فلوس؟ الا تسبحون اسمع كلامي. حنت في بيذلنا يا ابن الحلال سلك لين نسبح يا ولد. تسمعون كلام ولا لا؟ ايه نسمع الكلام. لا بالصرصور في المسبح. المسبح بالصرصور يا ولد. انا ما اقدر. تكفي يا عماد. والله تبغون تطلعون صرصور ولا لا؟ ايه نبي نطلع صرصور. ايه ما تقدر. بحاول بحاول. معك منديل يا ولد معك شيء؟ ايه يا اخوي معي منديل معي. يا كفو كفو الحين تسبحون كلكم شاطرين. الحين شاطرين يا ممتاز. اسمع الكلام. اسمع الكلام يا نواف. ايه اسمع الكلام يا نواف. ايه زين زين الحين ننتظر وايت لين ما يعبي المسبح. طيب طيب ايه احسن اسمع كلام. ايه خلينا نسمع الكلام والله عشان نبي نسبح يا ولد. اي والله حر وايت تاخر شكلكم تغسلون المسبح لين ما يجي وايت. اما اذا ما جاء الوايت نغسل المسبح يا ولد. ليه طيب كيف كذا مسبحي لازم تسمع كلام اخوي الكبير. حنت فداء تشوف خلوه لبي الاسبح. طب الحين افتح ايمان اجا الواي. يلا ايمان يلا اسرع يلا 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 بسرعه بسرعه محمد يلا ايش رايك ينفض. لا لا خلوهم يسبحوا. ايه خلاص خلاص. والله العلم عماد ونواف خلاص انا من المسبح. هاليومين تعبان مره لازم اعدل. يا عماد يا عماد يا عماد والله عندي سكوترات كثيره. يا ليلى انت خرجتيني. طيب واذا عندي سكوترات كثيره نبي نلعب يا عماد. تكفى يا عماد عندي سكوترين. عندي سكوتر كبير وعندي سكوتر مفتاح. يا حول ولا قوه الا بالله. نواف كل يوم يجيب سكوتر جديد وخسران فيه. طيب نروح نلعب. اي يا عماد خلنا نروح نلعب. تكفى يا عماد تكفى. بس اكيد يا شباب نواف يبي فلوس. عادي انا اعطي
مشاكل تخليه يلعبنا. ايه انا ضغط نروح. ايه ما تكفى يلا مشينا. لا حول ولا قوة بالله. يلا 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 مشينا مشينا. والله يا ولد حر حر. اسمعوا خليكم وراي طيب. طيب. يلا يلا مشينا. لا حول ولا قوة الا بالله. بيجيني الاسبوع الا مطفي ذا. السلام عليكم. نواف كيف حالك؟ الحمد لله طيب. اسمع اسمع نواف. كم حنا بنلعب كلنا بكم؟ أول شيء إذا تقولي سلام هذا أول شيء. لا لا ما عليك أنا بعين. خلاص الساعة ولد. خلاص. هذا ما يلعب هذا خدام. الساعة 20 ريال. أوكي شوف أنا ما معي بس نواف بعطيك شوكليت. ها والله اللي جمعة. خلاص خلاص طيب طيب. يلا ترى ما راح اسمع انا يصف فيهم ترى. يلا يلا بس اسمع شوي شوي ها بلا صغير ايش في شغلات. اخذ كفو كفو انا دوري انت قالك اخر واحد. يلا خلاص خلاص انت دورك انت دورك انت دورك. يلا 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 انزل انزل يا طالب. يلا يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده. يلا عباد يلا. لا لا تبي السوق انت ولا لا؟ ايه انا اللي اسوق يا اخوي مو انت اللي تركب لي. اي ما شاء الله عليك اكتب لك صوره ما شاء الله عليك. خلاص خلاص لا يلا تعالي يا يويو يا شو اسمك انت انا سالم تعال. بسك ها يلا واحده ثانيه. يا سلام يا حظه. تمسك تمسك يلا انت دورك. يلا اللي بعده اللي بعده بعده. يلا يا ليلى يا ليلى. يلا يلا انت دورك. يلا يا سلام. هلا هلا انتبه انتبه لا تطيحين. ايوه خلاص انت دوره. يلا يلا تعال تعال سجل. يلا بسم الله. عماد عماد الله يخليك الله يخليك. وين بعد ترى هاس وقتي نص نص. لا لا طلع معك يا عماد. يلا يلا انت متسلم يا ولد. واخر واخر انت ما تعرف لا 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 وقف وقف. ايوه انا مرتب ما بلعب الحالي. انا بعد وقف. لا انت لا لا ما تلعبين. اليوم انا عازمكم على المسبح المائي. كفو يا نواف كفو. بس اهم شيء لا تغرقون يا رجال. المسبح هذا طول رجل تقول لا تغرق. لان شايفني صغيره. انا احذركم يلا نغير الملابس. يلا يلا شوي شوي. يلا مشان ندخل. يلا 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 بسم الله يا خلصه. يلا يلا والله مو يبغى ورد. بارد 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 صح بارد موت. اليوم الحين بنلعب الزحلقات الطويلة. يلا يلا قدام قدام. الله يلا الحين بنلعب الزحلقة الطويلة. انا يا نواف. يلا روحي. وانا يا نواف ابي ازحلق. ايه ايه انت من الثوية ذي. يلا انا اول وحدة. انت ابي تطيحين. لا ما عليكم انا قوية. يلا 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 يلا. هذي شويه وقفت. يا ابن الحلال يبغى لها مويه عشان تصير لزجه. يلا يلا دوري دوري الحين. يلا الحين وصلت ليلى هناك. يلا دورك يا نواف. لازم نحط عليها مويه. ايه الحين ان شاء الله نزينها. يلا يلا نروح للمسويه. انت بتطلع عليك يا ولد. يلا يلا جايكم جايكم انتظروني. يلا حط لك عباد. يلا يلا يا نواف جيت جيت. يا ولد ناشفة ناشفة لازم نشغل اللي فوق عشان فيه تزحلق زين. يلا يلا بغطس عشان اجيكم. يلا 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 Yeah.
ليلى. شلون ناخذ منها ايس كريم؟ انا عندي خطه، بخليه ينزل من غرفته وخليه يعطينا ايس كريم. والله ليلى حرنا ايس كريم. اي ليلى، حتى جيجي حرانا صح؟ شوفوا انتوا خلوكم هنا، الحين بروح العماد وخليه يعطيني ايس كريم. يا سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، هاي ريلا ايش تبين؟ عماد تكفى، لا ابغى ايس كريمات، انا ويويو وانس. يا ريلا ما فيها ايس كريمات، بعدين توجعكم حلوكم. لا تكفى يا عماد، قم يلا. يا حول، يلا مشينا. يا سلام. ليلى بتجيب ايس كريمات. ايه يلا جبت عماد يبي يعطينا ايس كريمات. تبون ايس كريمات انتم؟ ايه لا ما في ايس كريمات. يلا بروح اجيب لكم ايس كريمات وانتم خلوكم مؤدبين. طيب يلا يلا اسمع انا اعطيكم خلاص. انا خشنا. يلا تعالوا. خلاص تبي؟ يا خلاص انا خشنا. لا ابغى. ليلى عطيني. ابغى. لا خلاص انا خشنا. ايش فيكم الحين؟ خلاص ليلى عطيني. خلاص خذ يويو. يلا كل واحد ياكل ترين وخلاص برجع الباقي. طيب ابغى هذا. انا عندي نفس الشيء. خلوكم مؤدبين، فاهمين؟ طيب.